السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي احول الموديل بتاعي من الريفت لليونيتي. تمام. طيب اول حاجة اعملها لازم اكون في 3D. لو في اي حاجة مضايقاني بعمل لها هايد من هنا، بدل ما تدخل معايا في اليونيتي واقعد الغيها، لا بلغيها من هنا. تمام. اظبط في حاجة الماتيريال بتاعي مش مظبوطة، حاجة عايز تعديل، بظبط الشكل اللي انا عايزه. ممكن اشغل السكشن بوكس والغي جزء معين من المبنى. بعد كده هقول له اعمل اكسبورت ال FBX. تمام. واسميه الاسم اللي انا عايزه. بعد كده يوز ال OD. عايز تخليه هو ياخد الاسم مباشرة زي ما انت عايز. طيب هقول له سيف. هيبدأ يسيف الموديل ده على حاجة اسمها FBX، ده امتداد بيقبله اليونيتي. طيب في ناس تقول لك قبل ما تدخله على اليونيتي دخله على الماكس، بحيث لو انت عايز تظبط الماتيريال. كلام جميل وكلام زي الفل. في ناس بتقول لك حاول تظبط كل الماتيريال، في ادوات او ادنس بتضيفها جوه الريفت تعدلك الماتيريال بحيث تناسب مع اليونيتي. جميل. في ناس بتقول لك لا، ممكن جوه اليونيتي تظبط الماتيريال. كل الكلام ده وارد، يعني كل الكلام ده مش غلط. تمام. طيب هفتح بقى اليونيتي وهاجي هنا اقول له انا عايز اعمل امبورت للمبنى دوت. تمام. فهاجي اقول له انا عايز امبورت اليو اسيت، واروح مختار الاسيت اللي انا عايزه. تمام. اهو اهو هيبدا يدخل المبنى. خلي بالك التصدير من الريفت ما خدش وقت، والاستيراد جوه اليونيتي برضه ما خدش وقت. تمام. بعد كده هسحبه هنا هيظهر معايا المبنى اهوت. تمام. وتقدر بقى تعمل اي شغل انت عايزه عليه. تمام. تقدر تظبط الماتيريال زي ما انت عايز، كل اللي انت عايزه تقدر تظبط. تقدر تيجي هنا تحدد ماتيريال معينه انت عايزها، خامات معينه انت عايزها، عايز ممكن تغير تعمل موف مثلا، يعني خلاص الحاجه بقت معاك، فتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر تتعلم على اي عنصر من دول وتعدل فيه. تمام. ان شاء الله في الدروس اللي جايه على بيم اريبيا هنتعلم ازاي نتعامل جوه اليونيتي مع الحاجه اللي جايه من اي برنامج من برامج البيم. مش لازم ريفت، ممكن باي برنامج من برامج البيم تصدرها للاف بي اكس، والاف بي اكس تدخله على اليونيتي على طول.